نعيب سياد بري كلية أيو قبل واحد نفس السنة متشي مركع عن يريد سياد بري بريتو سباحة دي مركع بصوتوس هدي وجري دوانين بن عادري حد سمين السنة ده معارض سومالتي مركع رونهانتي مركع بي بي سي ده هو ريجي وحيا لدي أبو مربناي إن كل كل ما وحيا هاي وحان شوقي وقتي دبايا قدي حكم في سوماليا ده محمد سياد بري وهي حالة سو حمانة يسي معارض كالسومالي دي يدقال كالسومالي دي نمسو كردي مركا نصيب درو وحان قوبيو كاها وان سميه برنامج كي ايو دنبي اكتوبر كون يساقال بقول يسديتن يساقاش بشي اكتوبر كوي لباطن كيدي برنامج كاسو انا نوغو مركاسي كوفا ليه إن أن لقيا بين تلسكح سوماليا مركا كتشير إنو غاريو سنة دنبي مركا برنامج كاسي وحان كوار استداد فراب بدن أو قبجو كاها رماها سوماليا مسؤولين كاها دادك سوماليا إيو معارضك سوماليا وردي مركا سيسوك حي SNM أي كمي دهاي USC أي كمي دهاي أو أن كوار استي وشيدادين أنا أي هايت سري أن وقف عن الله هين آياتين كذا بس سوماليا. واي. مركا رونهانتي. ما حد كتير مركا ما حد كتير مركا صارت كبرن سي مجري دوم. سببته حاله أدي أدي بيو حمد ولاد واي بدته تقالد مركا سي واي بدناية كهرمات كا يا معارض كا كسهر كذي حكم كملتري جي سياد برنا مركا سي أدي بو فر بدنا. قبل كستو سوماليا معارض بكتشري يا تقال. واي. لكن سؤالي أنا مركزي أن ورئيسي إثيوبيا أنا وانكفى علينا مركا معارض كإثيوبيا مركا عاد ورئيسته وحن سؤال أن ويدنا وحياة ساكي سبحان الله مركا صوتوس هدي أت كل صوتوس من جستو هاي لمريم أو بكيريودي حد سمعي ليس عن معارض باتين مركا أيقو وحي إيبان دجن برنامج كود السياسة ده يفكر ده أي كقوان يصير أيوم معمولا يعني إثيوبيا سوى كدلم دولتا مركو منجستو ماشي كبر لكن سياد بره معارض كمركا عن ورئيستي نعيب سياد بره كلية أيو قبل واحد نفس السنة متشي مركا عن يريد سياد بره بريتو سباحة دي مركا بصوتوس هدي وجري دوانين بن عادري حد سمين السنة ده معارض سومالتي سؤال جوابته ده أنت بدن وحياة هاي ومد الصوماليات بقى أيها ذا كتشان دونتا مركا أنا أقول مركا أن كسي أتكيونري مبادئنا السياسة ذات إيو أيديولوجية إيو فكرة دا سبعة عدود تاني كدو وانت سياد بره محيط هاي أنت بدن متشري مركا دمنا أوروبا سوى حين غدا أوروبا قبيلة أو جبل خاص وصومالي كسر وجيدا ويا مركا يوسف هدي سياد بره ماشي وكتغو سلام مركا رئيس الدين مقرن عد بدلينسو oo matqana hukumki waxa ugu weynay Soomaaliya ka dhacay waxa ay ahayd hukumki madaxweynaha meesha waa ka baxay nidaamku meesha waa ka baxay cid badashar lama helin marka xalista ugu weynay ee muuqata waxa ay ahayd cid badali doonta siyaad baray runtii ma muuqan nin kaliya lagu kalsoon yahay ama se ururadan wax isu wada keeno oo ay isku afkaar yihiin oo hadhow tahay oran doonaan war danta guud ahaan هي ثلاثة جودهان هي وناك جدات كسومالية دان كتالين أو بلانكيشينو سيدي حكم ماشي عنو قسمين لاي مركز رونتي كمان موقن والرئيس وده نعب ويسكسو وده هرتشيدا وشكي وكو وده تشرو وقبيلة ده كلا قايب السي أيه وبدناية إن كستو أي موقت تالس كسياد بري إنه سنسي تشريني سومالي دونا أي نعب تهاي ويسكسو هرتشيدو هدنا مركز عاد فيرسو أو عاد فلان قيسو حالة الصومالية مركا أي كسو أنا مموقا وح عصبه كون أكسنه أد أدو رياق كرتو هذا تهاي قف صومالية إنه ماشي هسي كده لنين لكن سأنو مرنا ما في لنين ليب كستو صومالية أي قبتو خلاف كستو كده حية هل هبينا كمسي حن صومالي إني صد السنة أي بربر كان كسي تيريسو dagaal ka ku soo jireeyso qaran adag oo wadanka maamulana uusan aan lagu heshiin kareynin oo ay badaas isaga si jireeyso marnaba kuma seexan kuma soo toosay dunti markii dawladdi dhacday oo maxamed siyaad bare 26kii January
laga saaray bishan oo kale xamar oo dawladdi meesha ka baxday dawlad la'aanna wadankii noqday maadan qiimeyn ma qiimeyseen dhibaatada gaari karta dadkii nidaam la'aanta iyo dawlad la'aanta iyo burburka ku dhacay anigu markaas Soomaaliya waan arrimaheeda waan ka wareegay BBC dana waan ka tagay waxaan u wareegay idaacadda dalka Namibia Namibian wariye ahaan BBC da ugu tagay arrimaha koonfur Afrika markaas aan u badnaa laakiin se kulli taba madama aan ahaa nin Soomaaliyeed oo xiseynaya arrimaha Soomaaliyeed kana danqanaya dhibka dadka Soomaalida haysata runtii aad iyo aad baan uga fikiri jiray wixii Soomaaliyeen arkana waan kala sheekaysan jiray laakiin run ahaantii ma muuqan Soomaaliya markay burburtay wax bedeli kara waayo markii ugu horreysay dowlad iyo qaran wuxuu dhismayaa marka aad leedahay nidaam dowladeed nidaamkii dowladeed wuu burburay talis military baad u baahan tahay iyo askar nabadgelyada iyo xasiloonaanta iyo qaranimada waddanka daafacda militarigii Soomaaliyana qoys qoys buu u kala jabay dadku Soomaalidu burbur baa markaa ku dhacay barakac baa ku dhacay qaxooti bay noqdeen Kenya iyo Ethiopia iyo adduunka sidaas ugu farda laakiin se weligeyna anigu intaan waqtigaasi aan ku jirnay waxaan had iyo jeer ku seexan jiray rajo ah in malaha berito markaad soo kordoosto madaxda Soomaalidu ama is-xilqaamaan oo isu yimaadaan oo danta guud ahaan ee Soomaaliyeed ay ka fikiraan oo ay heshiiyaan oo ay isu yimaadaan oo ay qaran Soomaaliyeed loo dhan yahay idib u dhisaan maalinba maalinta ka dambeyso rajadaasaan anagu haddaan anigu Soomaali ah ku seexan jiray subaxda dambena ku soo toosi jiray waxyaabaha walaac ahaa ee ka taagnaa Soomaaliya bariga aad wariyaha ahayd maxaa ka mid ahaa ee ku niyad jabin jiray ee talisku ku dhaqaaqi jiray ama jabhadu ku dhaqaaqi jiray runtii waxa weeyaan nidaam darrada ka jirtay arrinta ugu dhib badneed anigu Yusuf ahaan aan aad uga guban jiray waa xasuuqa iyo sida xaqdarrada iyo dulmiga shicibka loola dhaqmi jiray marma nidaamka markuu burburay askartii waddanka sii jirtana shicibkii bay ku kaxeen jabhadaha qaarkoodna qoys bay noqdeen oo dadkii ay badbaadin lahaayeen ee qabaa'ilada kale ahaa ayay dil iyo argoosad iyo jirdil ay ku dhaqaaqeen marka ummad isku sii jeeda oo isnaceb oo isdilaysa oo shicibkeedii dumarkeedii iyo caruurteedii ku sii jeedsatay oo cunaysa arrintaas anigu igu xanuun badneen